يا حبيبي، هل تتذكر هذا المطعم؟ أنا ذاكر عندما التقينا هنا منذ كم سنة؟ منذ 67 سنة. أحب أن هذا المطعم ما زال هنا، هو جميل جدا ورائحته طيبة. مرحبا، هل تريد طعام؟ نعم. أي طعام؟ ما السمك اليوم؟ خلد الماء. صحيح، ممتع. أريد كل لحم، الخنازير، المكدد كله. شكرا، أنا أثير الطعام بعد قليل. ممتاز. هل أنتم أصدقاء؟ نعم. أريد هواية جديدة. ماذا تريد أن تفعل؟ لا أعرف، أحب القيادة وأنت تحب السباحة. هذا طعام. هذا ليس طعام. أنا أدعي صديقنا مفتش الساحر. مسافر هنا. هي الظهر الحاضر. كيف حال زوجتك؟ جيد. سعية. زوجتي ليست هنا. أنا أشعر دائما بالوحدة. أنا لا أهتم. أحضري المديرة. المديرة. هل تعرفين ما هو الطعام؟ في طفولتي كان لي أخوين. هل يمكننا أن نحصل على الطعام؟ كان يحبان الطعام. لتكري من ذاكرتهما أحضري لهما طعاما. أنا آسفة، أنا طالبة لغة عربية سنة أولى. صحيح، أنت تتكلمين جيدا جدا، أستاذك جيدة.